تمكنت مصالح أمولية الجزائر ممثلة في المقاطعة الغربية للشرطة القضائية من تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود مختصة في تزييف وتقليد أوراق نقدية وطنية من فئة 1000 دينار بالخارج وعرضها للتداول داخل التراب الوطني من شأنه المساس بالاقتصاد الوطني. إن تم إيقاف 7 أشخاص مقيمين عبر الولايات الوسطى الغربية والشرقية محجز مبلغ مالي يقدر بمليار و780 مليون سنتيم. تعود وقائع القضية إلى ورود معلومة مفادها قيام رعية أجنبية بإيداع مبلغ مالي مشبوه على مستوى أحد البنوك، وبعد إخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة شرعية تم مباشرة التحري، وفي وقت وجيز تم إيقاف وتحييد جميع أفراد الشبكة الإجرامية، وبعد استكمالات جميع الإجراءات القانونية المعمول بها سيتم تقديمهم أمام السيد الوكيل الجمهورية المختص إقليمياً.